مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي من تأثير انتقال كوكب عطارد إلى برج الجوزاء الهوائي، والله أعلم. أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون من خلال الرسائل فقط وليس على الصفحة العامة، لأن المنشور اللي أنشره، التنويه اللي أنشره عن البرنامج، أمسحه بعد فترة، فالأسئلة فقط يكون الرد من خلال الرسائل فقط. ونعود للمكالمات الهاتفية نشوف مع خطأ. ألو، نعم، ألو، ممكن اعرف برجي؟ تفضل على الهواء. اني مواليد 1995، شهر الثامن، اول يوم شهر الثامن. الاسم الكريم واسم حضرتك؟ اني اسمي جعفر. اهلا وسهلا جعفر، انت من مواليد برج الاسد، شنو سؤالك بالتحديد؟ اني باكر يعني عد ظرف، بس اريد اعرف يعني شلون لح يمر هذا الظرف. هو القمر هسه برجكم، انتم مواليد برج الاسد، من يكون القمر برج معين على سبيل المثال، هاي الفتره تكون فتره ايجابيه لكل يعني لهؤلاء المواليد، تكون ايجابيه في شتى مجالات الحياه. باكر هو هسه حاليا بخلو مسار، باكر يعني راح يطلع الساعه 9:24 دقيقه بتوقيت بغداد، ف راح يكون يوم طبيعي بالنسبه لك، على اعتبار اول شيء انه اول شيء برجك، بس مع الاسف لين خلو مسار فما يكون من صالحك 100%، بس مع ذلك يعني نقدر نقول ايجابي اكثر مما هو سلبي. عرفت جعفر؟ نعم نعم، يعني ان شاء الله خير. انا اشكرك. العفو، اهلا وسهلا، اشكرك. اهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو، 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 قناة الشرقيه برنامج الابراج، تفضلي على الهواء. اني مها. الاسم مره ثانيه؟ اني مها. مها، اهلا وسهلا. مها يا مواليد؟ مواليدي 16/9. نعم، 82. اوكي مها، انت من مواليد برج العذراء، ارقامك 5 و7 و9، شنو سؤالك؟ رقم 5 يخليك إنسانة، كونك من مواليد برج العذراء عندك رقم 5 فتكونين إنسانة عندك دماغ نشطة مفكرة تحللين الأمور دقيقين فيها، أيضا عندك قوة التركيز والتعبير عن آرائك ومن النوع العصبية ومنتقدة. رقم 7 يخليك إنسانة مزاجية متقلبة بمشاعرك وعواطفك، عندك حاسة سادسة قوية تنجذبين نحو الأمور الروحية الفلسفية الدينية الأمور الغامضة بصورة عامة. مع العلم انتم مثلا مواليد برج العذراء تعتبرون الناس واقعيين بعيدين عن ارض الخيال وهذه الامور، بس انت شويه عندك هذه الاشياء. رقم 9 يخليك انسانه جريئه صريحه مندفعه بالحياه، عندك قدره طاقه نشاط للعمل، قد تسرعين في اتخاذ قراراتك وتصرفاتك احيانا، بنفس الوقت يخليك انسانه طيبه القلب ما تعرفين اللف والدوران. هذه الارقام. عند السؤال خاص ما زوجي مواليد 14/6/79، الساعة 2 الصبح. شنو؟ أعرف عن جهة الشراكة، يعني شوية إحنا يعني مشاكل بيناتنا، وعن الصحة دائما هو مريض. 14/6 إذا سمعتي قبل 70. نعم، إذا سمعتي قبل شوية أحد المتصلين خابر سألت على الجوزاء، الجوزاء صار لهم سنتين ونص تقريبا يعانون من ضغط في الصحة، خاصة هسه هم هذول اللي جايين بالعشرية الثالثة اللي هي من 11/6. ممكن يعني شوف بيت الزواج إنه أنا هو هذه ملا، هو أنت بيت الزواج إلى فارغ، يعني هو يكون بالقوس أنت يكون عندك بالحوت. يعني يصير بيناتنا أكون طفل وحياتنا مستمرة، يعني هاي ما أعرف بيها مها، بس اشوف لك العلاقه زينه لو لا من الخارطه الشخصيه اكو يعني فاهمك يعني، بس او لا لا انا ما اقدر اقول لك اكو انفصال ويا هذا التاريخ او لا، بس اقول لك هل العلاقه زينه او لا. اوكي،
وهل العلاقة مثلا أوكي إذا حتى قلت الزينة تعتمد همنا على أهم شيء الرغبة الصادقة المتبادلة بين الطرفين. بس دقيقة زين هو شنو برج العالي الساعة 2 الصبح؟ دقيقة دلو جوزاء العلاقة وسط مو كلش قوية. اوكي برج العالي مو برج العالي اسمه الطالع. ساعة 2 الظهر لو بالليل لو بالليل قصدك 2 بالليل ايه هو بالليل. برج العالي الطالع الاسد الاسد ها الجوزاء والاسد نعم زين اريد بيت الزواج الي اني يعني مولوده الساعه 6 العصر والدراسه لان دائما شو الاقي صعوبه يعني بيهن كل ما اتقدم ارجع 10 خطوات لورا الزواج بيت الشراكه وبيت الدراسه ما عندك مشكله انا مولوده الساعه 6 العصر انت عندك البيت السابع بالجوزاء من ناحيه الدراسه ما عندك مشكله بصوره عامه ايضا انت حسب اجتهادك الشخصي الفتره الحاليه اللي احنا بيها الفتره الماضيه كانت جدا ايجابيه من اليوم الصاعد لا يعني يعتبر طبيعي بس مع ذلك وجود الشمس في برج الثور حاليا هذا يعطيكم فرص انتم مواليد برج العذراء بوجه خاص في مجال الدراسه الجامعيه والدراسات العليا او السفر البعيد ايضا فالفتره الحاليه فتره ايجابيه على طول السنه وضعك طبيعي يعتمد حسب اجتهادك أوكي. يعني بيت الشراكة يعني بيت الزواج ما عندي شو يعني شو ما مستقرين في زواجنا لا هذا ما هذا ما له علاقة مها يعني بيت الزواج هسه أنت عندك بالجوزاء ما بيش ما بيفت كوكب مثلا مو زين يقول لك مثلا أن يكون عندك طلاق لا سمح الله أو مثلا فد مؤشرات العلاقة حتى هسه لو قايل لك أنه هي جيدة جدا إذا ما تكون مثلا يعني الرغبة صادقة ومتبادلة بين الطرفين يعني حتى لو كانت ممتازة حتكون يعني هناك بهم يعني مشاكل في الصورة عامة فلازم يعني حتى اكو الأسئلة اللي توصلني على الفيسبوك انه إذا ماكو رغبة صادقة يعني واحد يريد هذا الشخص والشخص الثاني أيضا يريده فأكيد ما راح تنجحها وتصير بها مشاكل فلازم أكو خلل في أحد الطرفين حاولوا أنتوا تتجنبوا يعني تحلون المشاكل حتى ترجع العلاقة على طبيعتها أو وضعها السابقة الإيجابية إن شاء الله.